تمكنت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين عودة طلبة المدارس، وذلك من خلال الحضور المنظم لشرطة خدمة المجتمع أمام المدارس وفي محيطها، وكذلك حرص دوريات المرور على تنظيم الحركة المرورية. فيما سبق هذه الجهود حملات توعوية وإرشادية رافقتها دورات تدريبية لتعميق الوعي في هذا المجال. جسدت بداية العام الدراسي الجديد نموذجاً للتكامل الواضح والاستعدادات الكافية التي اتخذتها الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل عودة آمنة وسالمة لطلبة المدارس تؤهل لعام دراسي موفق. أحب أشكر وزارة الداخلية والمرور وشرطة خدمة المجتمع لما فيها من دور كبير يؤدونه لخدمة بناتنا الطالبات من حفظ سلامتهم على هذه المنطقة، على خروجهم ودخولهم في هذه المناطق الحيوية. وخلال الفترة الماضية عملت إدارات وزارة الداخلية على اتخاذ كل ما يلزم في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، فبجانب الإجراءات التنفيذية تم إطلاق سلسلة من المشاريع والبرامج التوعوية التي تسهم في انتظار الحركة المرورية في محيط المدارس وتسهيل عبور الطلبة للطريق، بجانب التوعية بإجراءات السلامة العامة. طبعا كل سنة الإدارة العامة للمرور تضع خطة مرورية متكاملة تحت إشراف سيدي المدير العام. تتكون هذه الخطة من ضباط وضباط صف وأفراد، بيكونوا منتشرين على جميع محافظات البحرين. الهدف من هذه الخطة اللي هو التوعية المرورية وتخفيف الازدحامات المرورية على الشوارع الرئيسية وتخفيف الازدحامات المرورية اللي تكون عند المدارس. تأتي هذه الجهود انطلاقا من منهجية الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وعلى كافة المستويات. طبعا بدورنا كشرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية قمنا بوضع خطة أمنية للعام الدراسي 2018-2019 بتكثيف الدوريات الراجلة والدوريات الراكبة على الشوارع العامة وحول المدارس لتأمين الحركة حق أبنائنا الطلبة في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والحمد لله قدرنا نغطي عدد من المدارس في المحافظة الجنوبية. ولأولياء الأمور دور رئيسي من خلال التعاون والتواصل مع الجهات المعنية والالتزام بالإرشادات والنصائح الرامية إلى حماية السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية. طبعا فئة كبيرة من إخواننا أولياء الأمور متعاونين جدا من خلال الوقوف الصحيح والسليم، وهاي الشيء اللي يكون احنا مرتاحين منه وتعاونهم ويانا يهيئنا ان نكون احنا نحافظ على سلامة أبنائنا وإخواننا الطلاب. وزارة الداخلية ما تقصر، مشكورة على الجهود المبذولة، ونشكر إدارة العام للمرور و إدارة شرطة المجتمع على تواجدهم اللي حسسنا إحنا كأولياء أمور بالأمن، ونحن نحس أن أبنائنا في أيدي أمينة. لاحظت أن وجود الشرطي خدمة المجتمع شيء مهم وفعال جدا بصراحة. لو نقارن بين أيام ما كنا إحنا صغار ونقارن بين الحين، ومع أن إحنا وإحنا صغار ما كانت الشوارع زحمة مثل الحين، ترى وايد فرق وايد أمان بالنسبة للطالبات، سواء وهم يعبرون الشارع سواء وهم ينزلون عند المدارس. بالنسبة لدور المرور والشرطة المجتمع دور فعال جدا عند المدارس، وخصوصا في بداية المواسم الدراسية بتكون مزدحمة الشوارع، خطة المرور بتكون شوي صعبة، فدورهم فعال جدا. احنا بنتمنى دائما ان يكونوا متواجدين. وان تأمين سلامة الطلبة وضمان الانسيابية على الطريق ابرز ما تهدف اليه هذه الجهود والخطط الأمنية، وهو ما يتم من خلال تقديم أفضل الخدمات لأبناء الطلبة حتى ينعموا بعام دراسي آمن خال من الحوادث.